إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وأصلي وأسلم على خير من عني برمضان فبشر وأنذر ووصف المتقاعسين عن حقوقه بأسوأ ما به أخبر، سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وجنود دعوته وحملة شريعته ونقلة سنته ومن تبعهم بإحسان على هدى من صام وختم صيامه وكبر. أما بعد، فيا أيها المسلمون، يتفق العقلاء أن من أضاع فرصة، وخاصة إن كانت هي الأخيرة، أنه يستحق أشنع ألفاظ اللوم. وهذا ما حصل أيها المسلمون، وكان في هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في شأن رمضان وبعض الأمور التي أتيحت فرصة لعباد الله سبحانه وتعالى. فقد أخرج الإمام البخاري في الأدب المفرد والإمام الترمذي في جامعه وابن خزيمة في صحيحه والحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي وصحح الحديث العلماء لشواهده وطرقه من حديث أبي هريرة وكعب بن عجرة وجابر بن عبد الله وغيرهم. قال النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه يوما: احضروا المنبر، أي اقتربوا إلى المنبر وكونوا حاضرين حوله. قالوا: فحضرنا. فارتقى النبي صلى الله عليه وسلم درجات منبره، فلما ارتقى قال آمين، فلما ارتقى الثانية قال آمين، فلما ارتقى الثالثة قال آمين، ولما فرغ نزل عن منبره صلى الله عليه وآله وسلم. قال الأصحاب: سمعنا، لقد سمعنا منك اليوم شيئا ما كنا نسمعه، ما أمن قبل وهو في صعوده إلى منبره الشريف
وقد سمعوا تأمينا ولم يسمعوا دعاء، فاستغربوا ما حدث اليوم من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم: إن جبريل عرض لي، أي إن الذي دعا وأمنت عليه إنما كان جبريل. جبريل عرض للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يره الأصحاب الأكرمون. الداعي هو جبريل عليه السلام، والمؤمن هو خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم. ولك أن تتصور يا أخ الإسلام والعقيدة درجة وعقوبة وخسارة من يقع بين تأمين جبريل أمين الوحي، ما بين دعاء جبريل أمين الوحي وتأمين النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو أفضل نبي. عرض لي جبريل فقال: بعد، في حديث كعب بن عجرة، بعد من أدرك رمضان ولم يغفر له. وعند أبي هريرة: رغم أنف رجل أدرك رمضان ولم يغفر له. ومن حديث جابر في الأدب المفرد: شقي عبد أدرك رمضان ولم يغفر له. استمع، بعد عن رحمة الله، بعد عن رحمة الله واستحق الطرد من رحمة الله. ورغم أنفه، أي استحق أن يلصق أنفه بالتراب لخيبته وخسارته وضياع فرصته. وشقي، كان شقيا من أدرك هذه الفرصة وانسلخ الشعر فلم يغفر له ذنبه. هذا ما أراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يوقظنا إليه، وأن يحذرنا منه، وأن يجعلنا على ذكر منه أيها المسلمون. بعد من أدرك رمضان ولم يغفر له. وساق النبي صلى الله عليه وسلم فرصا أخرى مع فرصة رمضان، قال: ولما رقيت الثانية، أي الدرجة الثانية، قال، أي جبريل: بعد من أدرك أبويه الكبار، بعد من ذكرت عنده فلم يصل عليك. بعد ورغم وشقي من ذكر عنده النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلم يصل عليه. صلوا عليه واخفضوا أصواتكم يغفر لكم في يومكم قبل الغد. صلوا عليه وأخفضوا أصواتكم يغفر لكم في يومكم قبل الغد. فقلت: آمين. فلما رقيت الثالثة قال: بعد من أدرك أبويه الكبار أو أحدهما ولم يدخلاه الجنة. يستحق اللوم ويستحق أفظع أوصاف اللوم وأشدها: من أدرك أبويه الكبر عنده أيها المسلمون، أو أدرك الكبر أحدهما فلم يدخلاه الجنة. الجنة أيها المسلمون رهن إقامتك لرمضان، والجنة أيها المسلمون رهن صلاتك على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والجنة مرهونة أيها المسلمون بحفظك وطاعتك لوالديك، وخاصة عند الكبر. فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما.
فهل فقوى الناس وهل فقي الناس معنى حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ ولا يفوتني أن أذكركم أيها المسلمون أن مسألة الوالدين جاءت في صحيح السنة، أخرجه الإمام مسلم، الباقي كان في غير الصحيح. أما مسألة الوالدين فقد جاءت في صحيح مسلم رحمه الله تعالى، فقد أخرج مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من أدرك أبويه الكبر أحدهما أو كليهما ولم يدخل الجنة. أيها المسلمون، هذه فرصة عظيمة نستقبلها في أيامنا القادمة، وهي شهر رمضان، وفيها نصوم، وفيها نصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونكثر، وفيها نبر آباءنا وأمهاتنا، نبر والدينا، فقد يجمع الله سبحانه وتعالى لنا الفرص الثلاث في هذا الشهر المبارك. عسى الله أن يوفقنا إلى طاعته وإلى القيام بحقوق رمضان. فإذا كان الإنسان على علم وعلى ذكر وعلى فقه بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم كان رمضان برداً وسلاماً على قلبه، وتمنى أن يبقى رمضان السنة كلها، فلا يضيق منه خلق ولا تضجر منه نفس، ولا يتمنى زوال رمضان، لأنها فرصة رضوان المولى الرحمن جل في علاه. هكذا ينبغي أن نعلم، وهكذا ينبغي أن نتذكر قول رسولنا ونبينا وحبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم، وأن نغتنم الفرص والأوقات قبل زوالها، فما فاتك فلن يعد ولن تستطيع تعويضه أبدا. ما فاتك فقد فات، وإن انقطعت الحياة وسقنا إلى الموت سوقا انقطع عملنا كله أيها المسلمون، وعندها نندم ولا تساعة مندم أيها المسلمون. أخرج الإمام الحاكم في المستدرك وقال: صحيح ووافقه الذهبي. وأخرج الإمام البيهقي أيضا، أخرج من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لرجل يعظه: اغتنم خمسا قبل خمس. احفظوها يا أيها المسلمون، اغتنم خمسا قبل خمس، اغتنم شبابك قبل هرمك. إذا كنت اليوم شابا فإنك ستغادر هذه المرحلة إلى كهولة وإلى هرم، قد لا تستطيع فعل كثير مما تستطيعه اليوم. اغتنم شبابك قبل هرمك، واغتنم صحتك قبل سقمك. فأنت اليوم صحيح معافى، تستطيع الصلاة قائمة، وتستطيع الصيام، وتستطيع الجهاد، وتستطيع كثيرا من أفعال البر قد يحال بينك وبينها بالمرض وبالإعاقة. اغتنم شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك.
وغناك قبل فقرك. فإن الأيام دول، قد يكون اليوم غنيا وغدا فقيرا، وتتحسر على ماضي زمانك. واغتنم فراغك قبل شغلك، فقد تكون اليوم في فراغ تشعل عنه غدا، اغتنمه قبل أن يزل وقبل أن يولي تاركك تاركا لك. واغتنم حياتك.